قداسة البابا تعودروس الثاني، فضيلة الدكتور عباش همان وكيل الأزهر الشريف، زملائي الوزراء، زميلي السيد محافظ القاهرة، إخواتي وأخواني، بناتي وأبنائي. أنا أفتكر كلمة الحقيقة قداسة البابا شنودة قالها، إن مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن نعيش فيه. الحقيقة هي دي اللحظة، مصر، مصر اللي بتجمعنا كلنا، مصر اللي بتجمع ومتفرقش، مصر المحبة والسلام، مصر اللي كلنا قبل ما بنبدأ عملنا بنقول يا رب. هي دي مصر، مصر اللي ما بتيأس أبدا. بصوا المنطقة اللي حوالينا، طول ما في إيمان، طول ما بنقول كلنا يا رب، طول ما احنا مع بعض كلنا، ما نخافش وهنبني بلدنا إن شاء الله. شريط طويل الحقيقة بيمر قدامي، ويمكن الفيلم اللي اتعرض لا يعبر صراحة عن الجهد، وأنا أطلب الحقيقة من شركات المقاولات إنها تعمل فيلم، لأن كان هناك الحقيقة من التحديات الهندسية اللي يجب أن تسجل في هذا المشروع. أولا المشروع ده كان كبير، هذا المشروع تكلف 101 مليون جنيه، وده أقل حاجة وطننا يقدمه للحفاظ على هذه القيمة. لكن هو مش مشروع واحد، ده في مشروع هنا هو تحت الأرض أساس نجاح هذا المشروع. لأن ساعات الناس بتقول هو 16 سنة، 16 سنة طبعا في فترة توقف فيها العمل أو تباطأ فيها العمل، وعشان كده أنا جيت بدءاً. أنا جيت ثلاث مرات فعلاً، مرة وأنا وزير إسكان، ومرتين بعد ما يعني تشرفت بهذه المسؤولية الكبيرة، لأن كان مشروع توقف فعلاً أو تباطأ أو اتنسى. في مشروع كبير جداً تحت الأرض، لأن المياه الجوفية كانت مغرقة كل دور العبادة في المنطقة، فكان ما كانش سهل ان احنا ننسح المياه الجوفيه، لان المباني دي حالتها الانشائيه كانت فعلا في مرحله صعبه جدا. فكان يجب ان يكون هناك فكر كيف نتخلص من المياه بدون نسح ميكانيكي. وابتدينا نعمل مشروع كبير قوي تحت الارض، انفاق بميل معين بتجمع المياه بهدوء وبتصرفها. طبعا ده موضوع أخد مدة كبيرة، وأنا ما انساش سنة 98 أو في أواخر 98 لما رحت شرفت بزيارة للبابا شنودة عشان هذه الكنيسة، وكنا بنشتغل أيامها في إعادة تأهيل وإصلاح الأزهر الشريف، مسجد الأزهر الشريف. قلت له كان نتكلم على المشروع وتفاصيله، قلت له نفس الاهتمام في الأزهر الشريف سيكون في الكنيسة المعلقة من ناحية الهندسية ومن ناحية، وتكلمنا كتير وعندي صور معاه على التفاصيل. والحمد لله النهاردة بنشهد هذا المشروع، وكان حاجة جميلة جدا إن عدد كبير جدا من المرممين والمرممات مسلمين ومسلمات يعملوا بجد بصدق وبإخلاص. واللي عايز يفهم مصر يجي يزور مجمع الأديان عمرو بن العاص جنب الكنيسة المعلقة، جنب ماري جرجس، جنب معبد عزر اليهودي، جنب كنيسة أبو سرج. هي دي المنطقة، عشنا في سلام وهنعيش في سلام، ومحدش هيقدر أبدا يعمل فرقة، مش هينفع، لأن ده تاريخ طويل. ساعات بتيجي موجات، ساعات بيجي فصيل يخلق فرقة بتاع، لكن مصر القوية اللي هتبني مصر. ولما بنقف في المناطق دي وبنشوف بلدنا
وبنشوف المشاكل اللي احنا واجهناها واللي بنواجهها، بنأكد على حاجة واحدة، ان احنا مع بعض لو اشتغلنا كلنا مع بعض وحبينا بلدنا، مصر هتبقى من اعظم الدول ان شاء الله، لان ربنا سبحانه وتعالى مبارك فيها. المرة التانية لما جيت الحقيقة كان التعليمات واضحة للزملاء ان لازم ننهي هذا العمل على اكمل وجه، لانه بقى فعلا لازم ياخد اولويته. ولكن كانت الكنيسة المعلقة داخل منظومة المنطقة كلها الحقيقة، كان أصابها نوع من الوهن الشديد ومن التعديات، وكان الإصرار إن نرجع تاني نولع شمعة مصر القديمة. ولعنا الشمعة الحمد لله ورجعنا الشوارع، ولسه علينا دور كبير، لكن كمنطقة الحمد لله جاهزة النهاردة لاستقبال فعلا السياحة وعلى أهل المنطقة النهاردة وعلى كل واحد في هذه المنطقة انه يحافظ عليها. احنا بنرجع تاني وبنرجع بسرعة تاني لما بنبص لهنا وبنبص لشارع المعز، وبنبص النهاردة للي بيجرى في وسط البلد، وبنبص النهاردة الى منطقة الاهرامات وان شاء الله هتفتتح، مناطقنا الاثرية بترجع تاني، ترجع الى موقعها على العالم، الى لان هي دي اكبر شهادة لعظمة مصر. الحقيقة انا مش عايز اطول عليكم، ولكن احنا علينا ان احنا ندعي لبلدنا ان ربنا يحفظها، وندعي لقائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ان ربنا ينور له طريقه في قيادة هذه البلد، وربنا يوفقنا جميعا. واشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله.